بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. في قضية الإدمان وإدمان المخدرات وقضية الانتحار وهذه القضايا والمشاكل التي يعاني منها الشباب، لا بد من المقاربة الشاملة، فلا يمكن أن نركز على أن الإدمان مرض أو أن الانتحار مرض وأنه تكفي فيه المقاربة الطبية، إنما لابد أن نأخذ الإنسان ككل شامل بجميع المقاربات الممكنة، وعلى رأسها ما يقوم بدور وله أثر فعال إن لم يكن الدور الأول، وهو قضية الدين. فللدين دور وقائي، فلما نقنع الإنسان قبل أن يتعاطى الإدمان أو قبل أن يقدم على الانتحار، لما نثقفه ونوعيه بأن الحياة الدنيا مثلا دار ابتلاء، وأنه لا بد فيها من المصائب، وأنه عليه أن يتحمل هذه المصائب وأن يسلم ويرضى بالقضاء والقدر، فالابتلاء والاختبار هو الأصل في الحياة الدنيا، وأنه لا بد أن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأنه لو اجتمعت الأمة لينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، وأن الأمة لو اجتمعت على أن تضره بشيء لم تضره إلا بشيء قد كتبه الله عليه. فإن هذا الوعي يكون له أثر كبير في وقاء في منع الإقدام على الإدمان أو الإقدام على الانتحار، بخلاف إذا لم يكن مع الإنسان إيمان بقضاء الله وقدره ولا إيمان بالله ورسوله، فإنه يكون فارغاً، وإذا كان فارغاً فإنه سيقدم لا شك على الإدمان لينسى مشاكله ومصائبه وابتلاءاته فيما يعتقد أنه نشوة وأنه نسيان مؤقت للمشاكل، أو قد يفضي به الأمر في النهاية إلى اعتقاد أن المخرج في ما هو أخطر من ذلك، وهو قتل نفسه والانتحار. فإذا الدين له الأثر الأكبر في منع هذه الأمراض الاجتماعية، مثل الإقدام على الإدمان أو الإقدام على الانتحار أو غير ذلك. فلذلك على المؤسسات العلمية والشرعية والعلماء والمفكرين والمثقفين أن يعملوا على تحصين الشباب من الوقوع في براثين الإدمان، أو أن يقعوا في ما لا تحمد عقباه مثل الانتحار أو غيره. وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.